إذا أنت حاسة إنه متضايقين بهالبيت، نحن منقدر ننتقل على شقة تانية، منعيش لحالنا. لا لكشي، أنت عيلتك بهالبيت. لكشي أنا رح عيش كل حياتي بتأنيب الضمير إذا بعدتك عنه. وهلأ يلا، أنا تعبانة ولازم نام. نحن بكل الأحوال رح نضل ندور، بالنهاية لازم نلاقي شيء. يلا يلا. شوفي كافية هلأ نامة، مبين إنها بتتعب كتير من كتر التخطيط للمصايب. كافية جنب الشباك، بس شو عم تعمل؟ شو ها؟ كأنها عم تأشر لحدا. سانسكار خلينا نراقبها. يلا كافية، سانسكار كافية. غريب، لوين بتتكون رايحة هلا؟ ما بعرف. يلا خلينا نلحقها. لكشي سوارة، كنا رح نلحقها لأنه هي كانت رايحة لحالها، بس هلأ لكشي معها. ما بعرف شو الهدف إنه نلاحقهم وهن مع بعض. سانسكار بس لازم نلحقهم. يلا شوي سانسكار. شو عم يعملوا؟ جايين لحتى ياكلوا؟ وبهالوقت المتأخر بالليل؟ بس هي كيف بتعرف إنه في بياع هون؟ هانسي ما هي شواري، يعني أكيد هي بتعرفه لأنه هي نجمة كتير مشهورة، ونحن لازم نرجع على البيت هلا.
نعسان؟ لا ليه شوفي؟ مو طبيعي شو اشتهيتك. بصراحة أنا بحبها كتير لهالأكلة، يعني وما أكلتها من زمان كتير. عم بمزح معك أنا، خلينا نركز. آسفة، نحنا لازم نخلي عيوننا عليهم هلأ. خلينا نرجع. سوارة، منيح كل شي تغير بوقت قصير، ما هيك؟ ايه راجيني، لك انا لسه مو مصدقة انه بابا سامحني. ليش لحتى ما يسامحك؟ انتي بتعرفي قديش بيحبك. هو ما كان رح يقدر يتركك سوارة. اليوم انا كتير مبسوطة، اليوم عم حس بشعور حلو، وكنت بتمنى كتير، بتمنى لو كنتي هون جنبي. وانا كمان حابة احكي لك كتير شغلات عم تصير معي، بس هلأ صعبة كتير، بس قريباً رح شوفك أنا. إيه بعرف. طيب هلأ روحي على النوم، الوقت كتير تأخر. شوفك، تصبحي على خير. سانسكار، ليش تأخرت لهلأ؟ وين كنت؟ وشو هاد؟ قعدي هلأ، تفضلي. يا سلام، مو انت اشتهيتيها لهالأكلة؟ جبتها مشان ما تضلي مشتهيتيها. انت منعتي أبوكي إنه يبيع البيت ويسافر، لهيك نحن لازم نحتفل بهذا الشيء، صح حبيبتي؟ وأنا حبيت أعمل لك هاي المفاجأة. وطبعاً السيد سانسكار ماهيشواري زوجك متعدد المواهب، لا تفكري أي حدا يعني. هلأ كلي هدول من إيدي وقلي لي حضرتك قديش بتحبي هاي الأكلة من إيدي أنا. طيبة طيبة. يلا كلي آخر قطعة. أنا بحبك سانسكار. بعرف. شو هالمسخرة هاي؟ معقول لاكشي ما عضل عنده لا أخلاق ولا احترام للبيت اللي قاعد فيه؟ لك شو هالوقاحة؟ تعالي شوفي يا أختي، تعالي. لو سمحت بابا، لا تنزع نهارك مشان هيك وحدة تافهة. انت روح هلأ على المكتب وبعدك اتصرف. انت عن جد واحد ما بتستحي وصاير بلا أخلاق يا لاكشي. ماما لو سمحتي. شو المشكلة بالصور؟ كتير حلوين. أي مطرح تحبي كافية وتبطلي تعصبي عليها؟ هلأ شو؟ كمان صار عندك مشكلة مع دروس الرقص تبعي، ما هيك؟ اسمعيني وليه؟ نحن مانا ناس متعصبين ومعنا مشكلة بشي، ولا عنا مشكلة بدروس الرقص تبعك، بس انت فيك تعلمي الرقص الملتزم شوي، مو هاد الرقص، مو معقول ببيتنا تعلمي هيك نوع من الرقص السخيف. شو هاد؟ يلا يلا، والشاب ملزق بالبنت، مو عيب عليها الحركات هاي؟ عمتي، كافيا إلى رأيها الخاص فيها، وهي كمان بتعرف منيح شو لازم تعمل وشو مو لازم. لو سمحتي ما تنصحيها بشي، يعني إذا كلكن هون ما بتعرفوا قيمة كافيا فياريت ما تحطموها وتحطموا مستقبلها. كافية بنت عصرية بتيابة وحياتها وشغلة وبكل شي فيها، يا ريت تتقبلوها مثل ما هي
وإلا خلص اسكتوا بقى. شو عم تحكي أنت لكشي؟ بكفي. وهلأ أنا صار فيني أرجع كمل درسي، وأنا لابسة هذا الساري مثل الصبية اللي إجت هلأ مثلاً، شو رأيكن أنتو؟ راجيني باي كافيا. باي لاكشي. شو أخبارك؟ سوارة، كافيا مبينة إنه وحدة كتير خبيثة ولئيمة، وإنتو كيف عم تقدروا تتعاملوا معها؟ ما حدا معبرها أبداً راجيني، ما حدا بيحكي معها بكل البيت ما عدا لكشي. مو معقول شو مسيطرة على لكشي هالبنت، هو ماشي على كيفة. تعرفي يمكن هو بده هيك وحدة. لا راجيني، ما بتوقع إنه لكشي. أنا برأيي إنه لكشي ما بيعرف شو بده أساساً من الحياة، بس مشكلته وقت يكون مع كافيا ما بيفكر أبداً وبيفقد عقله. ما بعرف شو عملت له لحتى شو ما قالت له بيقول إيه. يعني بالأخير لكشي رح يكتشف قديه هو غلطان. على كل حال يمكن هي مبارح كانت عم تلعب بالضوء وما كانت عم تعطي إشارة. دقيقة بس، شو الإشارة؟ أي ضوء؟ بصراحة لا سوارة، بس هي ممكن تكون رايحة تقابل حدا تاني وهي كانت خطتها وقتها، بس لكشي إجا فجأة وهي اضطرت إنه تغير خطتها فورا. هو ممكن راجيني، بس ما عنا ولا دليل يثبت هذا الحكي. بس بما إنك شكيتي بالموضوع بعدك إنه رح راقبها، وإذا رجعت شكيت بتصرفاتها رح ضل وراها لأعرف لوين راحت وشو عملت شو مخبية عنا. أنا صار لازم روح راجيني. آسفة، بقصد إنه أنت جاية لتحاكيني وتشوفيني، ويمكن هلأ انزعجتي من هالحديث وأنا ما كان لازم أفتح الموضوع. سوارة، إذا ما حكيتي وفضفضتيلي لإلي لمين رح تحكي لكان؟ معك حق. اسمعي، شو لا تنسي تاكلي من الحلو لأنهم كتير طيبين. ماشي، تعي ارجعي على البيت، أنا رح أروح لحالي. ماشي، باي باي.
ايه راجيني، انت شايفة كافية هلا؟ ايه هي قدامي هلا، بس انا ما بعرف لوين رايحة. طيب راقبيها منيح. ماشي، هي بشارع امجي. ماشي، وبعدين سوارة؟ شو في راجيني؟ يا سوارة لاكشي كمان هون ما؟ لاكشي؟ ايه سوارة لاكشي هون. وهنن اثنيناتن عم يتمشوا كمان، وقفوا ياكلوا بوزة. انتي قلتي بوزة؟ ايه بوزة. مو مشكلة سوارة، يعني يمكن انت فهمتي الموضوع غلط. كافية يمكن ما عم تعمل شي هاي المرة. راجيني كافية عم تاخده لياكل بوزة، لا تبعده عن شي. انت متأكدة انه لك شي؟ سوارة هذا لك شي، أنا ما ممكن خربت بلاكشي. إيه راجيني بس مو مشكلة، استني دقيقة. سوارة أنا بعثت لسنسكار صورة لاكشي على تليفونه هلأ، لهيك يا ريت تتأكدوا أنتو كمان. طيب سوارة هنن هلأ راحوا، لهيك أنا كمان هلأ رح أروح، بحكي معك بكرة على التليفون. ماشي يلا روحي ولا تتأخري. باي باي. ايه صح سوارة، هدول لاكشي وكافية. هذا هو سنسكار؟ ايه سوارة هذا هو لاكشي. لا سنسكار شوف هون، هذا الشخص عنده علامة حرق على ايده، هو نفسه اللي كان عم يبيعهم امبارح الاكل. بتتذكر امبارح كان عم يبيع الاكل واليوم بوزة. سنسكاري أنا متأكدة كافية عم تعمل شي غلط وأنا رح أكشفها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.